من مواليد أرض النيل والنخيل، جوهرة الشمال البرقيق. المراحل الدراسية: درس في الابتدائية أبو بكر الصديق، ثم التحق بالمرحلة المتوسطة متوسطة الشرفية، المرحلة الثانوية جعفر بن محمد، المرحلة الجامعية لايسيوم نورث ويسترن يونيفرسيتي، التخصص BAS هندسة مدنية. أودي هذا التخريج إلى من علمني أن الحياة تستحق أن تعاش، والدي أرصد أحمد، رجل بطول نخلات الشمال، هرم من أهرام النوبة، على يديك كنت سأظل الابن البار، أهديك في عليائك خلاصة نجاحي وكل حبي وتقديري وامتناني، رحمة الله عليك يا من تعيش في القلب، أمي بثينة كنداكة من الزمن الجميل، الأمان إذا ضاق الزمان، بثينة عثمان أمي، لك كل ما في القلب من نبض، فتقبلي نجاحي فلولاك ما كان. خلود أرصد، أختي والصحبة وأمي الثانية، لا شيء يقال في حقك يكفي، ولك أيضا كل الجمال وفائق العطر والخلود. الخريج أحمد أرصد أحمد. سميع ولدي الغريت وربيت، صغير عارف إنه الدنيا دي مياهل، في قرايته ما بيلعب فوقه موت ياهل، بصلاته ما بيدعب فوقه موت ساهل، بسمع منه يا يما إن يا أخواني ناديته هون، أوه سميح ولدي هل قريت وربيته. يجينا نحننوك، يجينا نجرتبوك، يجينا نحننوك، يجينا نجرتبوك، يجينا نجرتبوك، عسى لما منا في حوش ابوك، عسى لما منا ظاهر من بعيد، بائم من بعيد، دبائم من بعيد، عسل منا زي هلال العيد، عسل منا Go, 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 go
علينا بطوله قولوا 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 يا ورد ما سولولو شاشة 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 ويا حان بنتي وباشا وقلم بو قلم بو واللي في راسكم هاتو goodbye.